ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم ازاي نعمل السويتر فيست ده باسهل طريقة. هنعمله بنفس الطريقة اللي عملنا بيها البلوزة الكروشيه الاوفر سايز اللي هي الخضراء او اللبني. هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها. هنبدأ ان احنا هنعمل البلوفر على هيئة 3 قطع ونمسكهم مع بعض. اول حاجة هي الوش وبعدين الظهر. الوش انا عامله فيه غرزتين، الغرزه اللي انتوا شايفينها الضفاير دي غرزه الجمل، وبعدين كملت بغرزه العمود، والظهر كله من غرزه العمود، وبعدين البليسيده. عملت الجوانتي ده من نفس نوع الخيط برضو لان انا حبيت شكلهم مع بعض. هسيب لك لينك الجوانتي برضو في صندوق الوصف وفي الاي اللي فوق. هنبدا درس توضيحي شويه علشان نفهم هنا هعمل ايه. الوش انا زي ما قلت هعمله على اساس قطعتين، وعواميد عواميد، وهبدا ان انا بزود بعمل الرقبه، وبعدين هعمل الظهر. الظهر عبارة عن قطعة مستطيلة بس كده، وعواميد من نفس الطول، لا بنزود ولا بنقص. ده طول الطول اللي معايا. الوش طوله 50 سنتي، وبالعرض الطول اكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف. العرض 60، ومن ورا انا عاملاه طويل عن قدام ف55. هنبدأ الأول بعقدة البداية. هعمل سلسلتين، واحد اتنين، وهدخل في أول سلسلة أول غرزة من عند عقدة البداية. هلف الخيط على الإبرة وادخل فيها وأطلع منها، وبعدين أطلع من واحدة، وبعدين أطلع من التلاتة. اول صف بس هو اللي مختلف معايا شويه، لكن الباقيين سهلين. بلف الخيط على الابره وبدخل، مش بدخل بقى في الضفيره، مش بدخل في الغرزه، بدخل في الخيط اللي جنبها اللي هو اتعمل لما انا طلعت من واحده بس، واطلع منها، بعدين اطلع من واحده، وبعدين اطلع من الثلاثه. انا مش بدخل في الغرزه، مش بدخل في الضفيره، بدخل في الخيط اللي جنبها. بلف الخيط على الابره بتاعتي وادخل فيه واطلع منه، وبعدين هطلع من واحده بس، بعدين اطلع من الثلاثه كلهم مره واحده. هعمل كده لنهايه الصف. انا بعملت 70 غرزه، لكن تقدري تعملي الطول اللي انت عايزاه. وطريقة علشان تعرفي المقاس اللي انت عايزاه، ممكن تشوفي بلوزة تكون مظبوطة عليكي او تاخديها بالسنتيمتر بالمتر. ده اول صف معايا 70 غرزة من غرزة الجمل. تاني صف مختلف شوية، عشان اعمل تاني صف هرتفع بسلسلة واقلب الشغل بتاعي ألف الخيط على الإبرة. وشايفين مش بدخل في الغرزة دي الضفيرة، مش هدخل في الضفيرة، هدخل في الخيط اللي من تحت، في الخيط اللي تحتها ده، واطلع منه، وبعدين اطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة عكس أول صف. بلف الخيط، دي الغرزة اللي هي الضفيرة دي، مش بدخل فيها، بدخل في الخيط اللي تحتها ده واطلع منه، بعدين اطلع من التلاتة مرة واحدة. هكمل كده لاخر الصف. زي ما شايفين الشكل بدأ يتكون معايا، وهي الضفاير اللي بتكون راكبة على بعضها. انا هنا بدأت في الصف التاني، ما زودتش ولا نقصت لسه. عشان تبدأي في الصف التاني ترتفعي بسلسلة وتقلبي الشغل بتاعك. هقابلكم في آخر الصف. آخر غرزة فيه
بسلسلة وأقلب الشغل بتاعي. هنا مش بزود، هدخل أعمل غرزة نص عمود في كل واحدة. زي ما قلت مش بدخل في الغرزة، بدخل في الخيط اللي من تحت. هكمل كده لآخر الصف، هقابلكم في آخر الصف عشان هنزود في آخر الصف عشان نبدأ نعمل حدود الرقبة. انا كده في نهاية الصف وهبدأ ان انا ازود عشان اعمل المثلث ده. هدخل في الغرزة دي مرتين، اول دي اول واحدة، هدخل في نفس الغرزة برضو مرة كمان، وهدخل بعدين ارتفع بسلسلة واقلب الشغل بتاعي، وهزود مرة كمان في الصف ده. هدخل في اول غرزة 3 مرات، دي واحد اتنين وتلاتة. وبعدين همشي غرزة نص عمود في كل غرزة معايا. انا هنا في اخر الصف في اخر غرزة، هنا انا مش بزود، ده اللي هو هيكون من تحت فمش بزود فيه، انا بزود من فوق بس عند الرقبة. دي اخر غرزة نص عمود معايا، وارتفع بسلسلة اقلب الشغل بتاعي واكمل. هزود من هناك، هفضل ازود لحد الصف رقم 8، هزود 3 غرز في كل واحدة. عند اخر الرقبة، عند الرقبة اخر غرزة، هدخل فيها 3 مرات، واحد، دي هي دي اخر غرزة، هدخل فيها 3 مرات، واحد اتنين تلاتة، وارتفع بسلسلة واقلب الشغل بتاعي. وأول غرزة دي برضو هدخل فيها 3 مرات، وهفضل مكملة كده لحد الصف رقم 8. مش بزود من تحت. انا هنا في الصف رقم 8 خلصتهم زي ما انتم شايفين، الحدود بتاع الرقبة، فتحة الرقبة بدأت تظهر معايا، وهبطل ازود. بعد الصف الثامن هبطل ازود، هيكون معايا كده 82 غرزة تقريبا. هكمل كده، هكمل بالغرزة دي لحد الصف رقم 17، عملت من الغرزة دي 17 صف. بعدين هبدأ اعمل غرزة العمود كاملة، هرتفع بسلسلتين المرة دي، وهدخل بقى في الضفيرة نفسها مش في الخيط اللي تحتها، هدخل في الضفيرة نفسها واطلع من 2، وبعدين اطلع من 2، ومش هزود تاني، وهفضل مكملة كده لحد ما يبقى معايا 25 صف. يعني هعمل من غرزة العمود
8 صفوف خلصت وعملت الجزء الثاني. الجزء الثاني هتعملي نفس اللي عملتيه بالظبط، تعملي جزئين نفس الشكل يعني تبكل بالظبط هما. ودلوقتي هبدأ ان انا اخيطهم مع بعض، ده اللي هو الوش. هبدأ ان انا اخيطهم مع بعض، هوريكم بخيطهم ازاي. هخيطهم بطريقة بحيث ان انا تكمل معايا الغرزة اللي انا كنت عاملاها، غرزة الجمل اللي هي النص عمود الضفاير اللي مقلوبة على بعض دي. بدخل، مش بدخل في الضفيرة، بدخل في الخيط اللي تحت الضفيرة ومن هنا بدخل في الضفيرة. وهعمل غرزة منزلقة في كله، وهوريكم في النهاية برضو شكله عامل ازاي. كمل كده لاخر الصف. انا هنا في الاخر هوريكم برضو كم غرزة وانا بقفلهم مع بعض. ده الصف اللي انا قفلته مكان الخياطة، باين كأنه جزء طبيعي من البلوفر. بدخل في الخيط اللي تحت الضفيرة مش في الضفيرة، وهنا بقى بدخل في الضفيرة واسحبهم مع بعض غرزة منزلقة، اطلع منهم كلهم مرة واحدة. اخلص الشغل بتاعي برتفع بسلسلة وبوص الخيط. ده كده اول جزء معايا في البلوفر اللي هو الوش. هبدأ ان انا اعمله من تحت القطعة اللي هي البليسي. بستعمل ابرة مقاس 5.5، هنا هغير لاربعة علشان ابدأ اعمل قطعة البليسي. برتفع بسلسلة وببدأ ان انا اعمل غرزة حشو من تحت كده علشان الشغل بتاعي يكون نظيف. طبعا هنا الغرز مش باينة قوي، فعادي يعني لو نسيتي واحدة او فوتي واحدة نوعا ما بتشوفيهم بعنيكي. انا هنا نسيت وعملت بالابرة 5.5، لكن هرجع واغير للابرة رقم 4. زي ما انتوا شايفين الشغل نضف معايا كده ازاي، عملته خط مستطيل، خط مستقيم قصدي. ودي اخر جزء معايا هنا الابرة رقم 4. هبدأ اعمل البليزي، هعمل سلسلة من اخر غرزة حشو عملتها، هعمل سلسلة 20 غرزة نفس اللي عملته في البلوزة الاوفر سايز. وهدخل في الإبرة في عملت سلسلة مكونة من 16 أسفة، وبدخل في الغرزة رقم 15. بسيب أول سلسلة معايا وبدخل في رقم 15 وبعمل غرزة حشو في كل واحدة لحد ما أوصل للنهاية. هنا دي آخر غرزة حشو معايا، غرزة رقم 15. يفضل ان انت تعدي هنا علشان ما تتلخبطيش زي ما قلت قبل كده. وهنا بعمل بقى غرزتين منزلقتين، واحده علشان تمسك الشغل الجديد اللي انا عملته مع البلوفر، والتانيه علشان تكون اساس للصف الجديد اللي هعمله. كده غرزتين منزلقتين، اقلب الشغل بتاعي عشان ابدا في الصف اللي بعده. وبسيب اول غرزتين معايا اللي هما الاتنين المنزلقتين، وبدخل في اول غرزة حشو. بدخل في الجزء الخلفي من الضفيرة عشان يديني الضفاير اللي مقلوبة على بعض اللي هو البليسي ده. فبدخل في الجزء الخلفي من الضفيرة وببدأ اعمل 15 غرزة حشو. هنا دي اخر غرزة حشو معايا في الصف ده. عشان أبدأ الصف الجديد برتفع بسلسلة وبقلب الشغل بتاعي، وأدخل أعمل برضو أدخل في الجزء الخلفي من الضفيرة زي ما يوضح هو كمان شوية، زي ما واضح معايا كده. بدخل في الجزء الخلفي من الضفيرة وأعمل غرزة حشو، وأنا بعد وأنا ماشية علشان خاطر ما تلخبطش ولا أعمل واحدة زيادة أو واحدة ناقصة. هنا وصلت لآخر غرزة حشو معايا في الصف. أوريكم مرة تانية بعملها ازاي، بشبك ده مع ده ازاي.
بعمل غرزتين منزلقتين، اول واحده بتشبك الشغل اللي انا عملته ده بالبلوفر واطلع على طول، وتاني واحده بتكون الاساس للصف الجديد اللي انا هعمله. وقلب الشغل بتاعي، اسيب، مش بدخل في الغرزتين اللي انا عاملاهم، الغرزتين المنزلقتين مش بدخل فيهم، بدخل في اول غرزة حشو واكمل عادي، وهفضل مكملة كده لحد اخر البلوفر. اتقصار الظهر، بس هو الظهر عبارة عن قطعة مستطيلة، ما فيش اي، مش هنزود ولا هنقص. من غرزة العمود عملت 90 غرزة، وبعدين بتعملي قطعة البليسين نفس الكلام، بس انا للأسف نسيت اصوره. هنا انا بقى ده الظهر معايا زي ما انتوا شايفين، وده الوش، وهبدأ ان انا اربطهم مع بعض الكتاف. فبحط العلامة، العلامة البيضة اللي انتوا شايفينها دي، عند الصف رقم 10 من كل جزء منها، من كل رقبة، وببدأ أخيط لحد العلامة دي. بعمل بخيط بغرزة منزلقة، أنا هنا خيطت بالإبرة رقم 5.5، لكن يفضل لو تخيطي بالإبرة 4 أو اللي يريحك. وبتأكد إن كل صف قصاد اللي قصاده، يعني الصف الأول مع الأول، والتاني مع التاني، والتالت مع التالت، وهكذا. الظهر انا عملته برضو 50 صف و90 غرزة، لان انا كنت عايزة الظهر يكون اطول من الوش، من البطن. لكن لو انتي مش عايزة اطول، تقدري تعملي نفس عدد الغرز اللي هما 83 غرزة. هنا بربط الاتنين مع بعض من عند الاكتاف، من عند الاكتاف، بغرزة منزلقة، وبفضل اخيط بينهم لحد العلامة. هنا انا خيطت اول جزء، وده الجزء الثاني، وصلت عند العلامة، ارتفع بسلسلة واخلص الشغل بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده، انا ربطت الاكتاف مع بعض. هبدأ ان انا اربط الدراعات، عملت، سبت 30 غرزة من عند الاكتاف، وعملت العلامة بالبنسة كده زي ما انتوا شايفين. ده الجزء ده مش هخيطه، والجزء اللي تحت البنسة هو اللي هيتخيط. سبت 30 غرزة عشان تكون فتحة للدراع، 30 غرزة من كل، من البطن، و30 غرزة من الظهر. وببدأ اخيط الاتنين مع بعض. هنا الخياطة سهلة لان الغرز باينة معايا، وبخيط بغرزة منزلقة. هكتب لكم الإبر والخيط واستعملت قد ايه. ده خيط 30% صوف و70% أكليريك، وكل حاجة هتكون موجودة في صندوق الوصف. وهفضل اخيط لحد الاخر. انا في بس جزء ما خيطتش اخر كام غرزة، لان انا عايزاه يكون مفتوح من تحت زي ما انتوا شايفين كده. سبت الكام غرزة دول علشان يبقى مفتوح من تحت، لكن لو عايزة تخيطيه كله شيء يرجع لك زي ما تحبي طبعا. هنا الكتف هبدأ، عملت فيه الاسورة دي، هوريكم عملتها ازاي في الكتف التاني لما نعملها، لان علشان ما تخليش الكتف يكون علشان يتلم الكتف معاكي شوية فتحة الدراع. بعمل عقدة، عقدة البداية،
وبدخل في أو في الغرزة دي معايا، في أول غرزة دي أو دي أول غرزة هبدأ بيها. وارتفع بسلسلة وبدخل في العمود نفسه، مش بدخل في الغرزة ولا في الضفيرة، هدخل في العمود نفسه علشان أعمل زي الإسورة للكتف. وبعمل غرزة حشو، أدخل في العمود وأطلع منه وأطلع من الاتنين مرة واحدة، وأعمل غرزة حشو وهفضل مكملة كده لحد آخر، لحد ما ألف الدايرة بتاعي ده. وهقابلكم في نهاية الصف. نهاية الدايرة دي أنا هنا في آخر غرزة، هدخل بغرزة منزلقة وارتفع بسلسلة بسلسلتين، ارتفعت بسلسلتين، وهعمل غرزة حشو في الضفيرة بقى نفسها علشان خاطر الكتف يبقى ملموم معايا. هدخل في الضفيرة نفسها واعمل غرزة حشو في كل غرزة معايا. لحد اخر الدايرة. انا هنا في اخر اخر الدايرة، اعمل غرزة منزلقة وارتفع بسلسلة واقص الخيط بتاعي. هبدأ هنا ان انا انظف الرقبة، اعمل فيها غرزة حشو علشان تبان معايا كويسة. بدخل الابرة في نص الرقبة من ورا واعمل غرزة حشو حوالين الفتحة بتاع الرقبة. ارتفع بسلسلة وادخل بغرزة حشو في كل غرزة معايا. الغرز هنا مش بتبقى واضحة شوية، لكن عادي ممكن تلمي الرقبة لو حابة تضيقيها، تسيبي مثلا غرزة او اتنين، او حابة ان هي انا سبتها زي ما هي، عملت في كل غرزة غرزة حشو. هتكملي كده للاخر. انا هنا في اخر غرزة وصلت للاخر، هي الدايرة بتلفيها وارتفعت بسلسلة بواسطة الخيط وخلاص على كده. وهبدأ ان انا انظف الخيوط اللي طالعة معايا دي كلها بإبرة التنظيف، وهوريكم النتيجة النهائية. سهل جدا ومش بياخد وقت. اكتب لكم كل اللي استعملته قد ايه في صندوق الوصف. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.